بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الشيخ، لماذا لا تتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر؟ ودعني أنا يعني أزيد على السائل، في مقابلك في الشرق الأوسط قلت ما يعرف بالوساطة الاجتماعية أعتبرها شعوذة، هذا لا يقول به عقل. وقلت أيضا وقد جاءني كثير من الطلاب والمحبين من داخل المملكة وخارجها يطلبون مني أن أتجاوب معهم وأن أخذ وأعطي معهم، فرفضت وقلت والله إني أحبكم لكن لا أريد أن أظلمكم. تحدثني عن الشعوذة وعن كيف تظلمهم. الشعوذة أنا نفيتها في برنامج تلفزيوني بعد اللقاء، ولا أدري كيف كتبها من قابلني، هو سجل فيظهر أنني سمع مني قلت لا أرى فيها منفعة فظنها شعوذة، وقد قلت بالعقل يعني كيف يقال عن قمة التقنية المعاصرة بأنه شعوذة؟ هذان ضدان لا يجتمعان، ولا يقول مثل هذا الوصف عاقل، وأنا أبرأ إلى الله إن كنت قلت هذه الكلمة ولم أقلها أبدا، وأنا أعلم بما قلت، ولم يدر في خلدي في سري أن يأتي يوم أن أقول عن هذه المواقع أنها شعوذة، كيف أبوح به لغيري من باب أولى. فهذا أمر من فيه، بقينا في أمر الإثبات. أنا أقول العلم له هيبة مع إجلال للناس، والقرآن أعظم، فإذا وجد أحد من الله عليه بهيبة العلم والقرآن فلا يصح أن يتوخى الإثارة وينقل رأيه في كل آن وحين عبر هذه المواقع، لأن هذه المواطن المواقع يقرأها كل أحد، ويعرض تعرض المسألة العظيمة على الصغار، ولا بد أن يشاركوا، فتكون هناك من المزالق ما الله به عليم. ولذلك أنا قلت لهؤلاء الشباب لا أريد أن أظلمكم، أظلمكم بأن أحملكم ما لا تطيقون. وأنا أقول هنا يعني بوضوح، أنا لا أحبذ حتى من له قرابة بي أو صلة بي أو يعمل معي أو في مركز البحوث أو في غيره أو في مكتبي الخاص أو منسقيني في مثلا في أي داخل لك أو خارجه، أن يكتب صلته بي في موقعه، يعني إذا كان له حساب في تويتر أو حساب في الفيسبوك أو في غيرهما ما يكتب، لا يكتب تبع الشخص، يخرجني منها. حتى في موقعي الذي يشرف عليه الأستاذ مهندس عطا الله النزي أنا رفضت أن يلحق بي شيء، وإنما يؤتى الخبر مثلا صالح المغامسي لديه لقاء يوم الجمعة مع الأستاذ عبد الله المدعفر دون أن يكتب من هو قائل، ولا أحب أن يقحمني الناس فيما أنا أحاول أن أترسل منه وأخرج، ولا أريده. لا يعني التواصل شيخ، التواصل لما تصير تتواصل يعني هو القرآن علمنا أن نتعظ بأحوال الآخرين، وأنت ترى أن الإنسان أحيانا يفتح على نفسه أبوابا هو في غنى عنها، ما دام أن الله جل وعلا رزقك قبولا عند الناس تبلغ دينه ورسالته وفهم كتابه، فما الداعي لأن تدخل في مصالح موهومة. وأنا أقول لك يعني من فضل الله علي وهي نعمة مثل سائر نعم الله، لو يؤدي الإنسان شكره، أنني ما دخلت بلدة ولا قرية ولا رأيت أحدا في مطار إلا وقال لي يسألني عن تفسير القرآن، فمهما بلغ الثمن لن أجعله أي شيء أضحي به من أجل أن لا أحرم هذا.